كرة لي على مرور ممتاز تحدث عن فريق الزوراء في جميع اللقاءات التي كانت حاضرة أمام فريق الكهرباء كرة خطيرة الآن لعلاء عبد الزهرة يحاول داخل منطقة الجزاء هدف ثاني للزوراء جول ثاني أبيض هدف ثاني أبيض الآن في الدقيقة سبعة وثلاثين ولكن هو الهدف الخامس هو الهدف الخامس لمصلحه هذا اللاعب الهدف الخامس الشخصي على هذه اللقطه كان هنالك اعتراض على وجود حاله تسلل يعني تبقى هذه الامور والقرارات التحكيميه القرارات للمختصين لطيف ابعاد بضربه راسيه عادت لي علي عصام يحاول علي عصام لسيف طاهر سيف طاهر بارسال كره عرضيه وراسيه ممكن فيها وانا التسديده وهدف هدف لفريق الكهرباء جول عن طريق كرار علي كرار علي يسجل هدف تخليص الفارق في الدقيقه 86 في الدقيقه 86 يسجل فريق الكهرباء هدف الرابع الشخصي في الدوري هنا لاعاده لكره الهدف هنا لاعاده لكره الهدف تتهيأ الكره لكرار والكره اصطدت بعلي لطيف على ما اعتقد ومن ثم الى داخل الشباك لاول اهداف فريق الكهرباء في هذه المباراه اصطدت بكرار كرار 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 محمد الكره اصطدت بكرار والى داخل الشباك هدف تقليص الفارق لفريق نادي الكهرباء في الدقيقة ستة وثمانين كرر سجل على الطلبة